الخاص بالزمول، وجائزة عبارة عن سيارة تويوتا اف جي في انتظار الفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. ولكن يسرني أن أنقل الكلمة في هذه اللحظات للزميل حمد بن مبارك الدعبة ليتواصل معكم بالتعليق وقراءة ما بين سطور المنافسة في الشوط الثاني للزمول. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، أسعد الله مساكم بكل خير وأحييكم بأجمل تحية وأطيب ترحيب، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم في هذا المساء وفي هذا الشوط الثاني الذي يسبق، وهو من ضمن الأشواط التي تسبق الحدث الأبرز في هذا المساء، ألا وهو حدث الأشواط الرئيسية والبنادق بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. كونوا في موعد الحدث أيها الحفل الكريم ومشاهدينا الكرام أينما كنتم في الوطن العربي الكبير. إذا نرى أيها الحفل الكريم في المقدمة هناك القزال، والقزال تعود ملكيته لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع سعيد بن دري الفلاحي، هو من يضمر القزال. بينما اللي في المركز الثاني، المركز الثاني ولكن يرى التسلل، هناك الحساس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، سعيد بن سهيل بن حارب العميمي هو من يضمر الحساس. أيضا في المركز الثاني نعود إلى ثاني المراكز أيها الحفل الكريم، نجد هناك مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني في ثاني المراكز. المركز الثالث هناك طحان لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع تعليمات المضمر راشد بن طالب بن شريم. إذن مشاهدينا يتصدر الترتيب في هذه اللحظات. المركز الرابع نجد عفجان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية. إذن في رابع المراكز، المركز الخامس، الخامس القادم من الجهة اليمنى نجد القزال لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع سعيد بن دري الفلاحي، سعيد بن دري الفلاحي مع القزال في خامس المراكز. إذن أيها الحفل الكريم مشاهدين الموقرين أينما كنتم، هذه المجموعة الأولى والخمسة المراكز الأولى أذعناها على مسامع حضراتكم أيها الحفل الكريم في ندائنا الأول. أما الآن نعود إلى المقدمة، نعود إلى المقدمة وإلى هناك مكلف، مكلف والشوط مكلف، الشوط فعلا مكلف. إذا مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع ناصر بن مسفر الشهواني، هو من يدير عملية تضمير مكلف وتدريبه والعناية به. إذن المركز الثاني أيضا طحان لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن طالب بن شريم، هو من يضمر طحان. المركز الثالث نجد القزال لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات يضمر سعيد بن دري الفلاحي. ورابع المراكز مشاهدين الأعزاء، المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني والمضمر علي بن فراج المري. إذا المركز الخامس نجد مشاهدين الحساس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آن هيان وسعيد بن سهيل بن حارب العميمي، هو من يدير عمليات التضمير. إذا أيها الإخوة أيها الحفل الكريم، بنوك الإنتاج، بنوك الإنتاج هنا تتسابق على هذا الميدان وعلى هذا المضمار، ويا سلام الله. إذا نعود إلى المقدمة، نعود إلى مكلف، مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع تعليمات مضمر ناصر بن مسفر الشهواني المرعب.
يا المرعب ننتظر منك الكثير. اذا طحان في ثاني المراكز. عريف اللي صاحب السمو الملكي الامير تركي. عريف اذا في ثاني المراكز لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، وهو عنيف. عنيف وليس عريف. اذا عنيف لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد ال سعود ينتقل الان الى المركز الاول ومع تعليمات راشد بن طالب بن شريم. بينما المركز الثاني نجد هناك القزال لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تعليمات سعيد بن دري الفلاحي، والانتقال هناك عند الحساس، عند الحساس، والموقف حساس جدا الليلة، الموقف الليلة حساس هناك في الحدث الأبرز، هناك في الحدث الأبرز. ولا أستهين بمقدار هذا الشوط، ولكن أبرز ما لدينا هي الأشواط الرئيسية بعد صلاة العصر. كونوا في انتظار الحدث، كونوا في انتظار الحدث عند تمام الساعة الثانية والنصف، الثالثة والنصف عصرا. يا سلام، يا لها من منافسة ستشد المشاهدين والمتابعين الحضور كذلك. اذا هناك الحساس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني في المقدمة، ونجد في ثاني المراكز القزال لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع سعيد بن دري الفلاحي شاعر القمة وصاحب القمم. المركز الثالث اللي هو عنيف، وعنيف تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع تعليمات المضمر راشد بن طالب بن شريم. المركز الرابع نجد هناك نجد أو الواعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب الشيبة بن علي السبوسي، هو من يدير عملية التضمير. والمركز الخامس نقلتنا على مكلف هناك في خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع المرعب، مع المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. هذه الخمسة المراكز الأولى أيها الإخوة أذعناها لحضراتكم، وانتصفت المسافة، انتصفت المسافة 4 كيلو مترات مضت وانقضت، وبقى لدينا كذلك 4 كيلو مترات، ولكن ليست ثقيلة على السبوق ولكنها ثقيلة على الردية حقيقة. إذا مشاهدينا هناك الحساس، والموقف حساس، الحساس يقود المسيرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع تعليمات المضمر المرعب، مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. والمركز الثاني، المركز الثاني أيها الإخوة هناك الواعي، الواعي واعي للموقف، واعي للموقف. إذا الواعي تعود ملكيته لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي، هو من يدير عملية التضمير. المركز الثالث المتسلل إلى ثاني المراكز، القزال يتقزل للمقدمة، يتقزل بالمقدمة. القزال تعود ملكيته لهجن الرئاسة مع تعليمات سعيد بن دري الفلاحي، وهجن الرئاسة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فأهلا وسهلا بكل الضيوف الأعزاء في دوحة الخير، دوحة الحب والسلام. المركز الرابع نجد مكلف تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، وناصر بن مسفر الشهواني هو من يدير عملية التضمير. المركز الخامس عنيف، عنيف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود راشد بن طالب بن شريم، هو من يدير عملية التضمير. والله ما كان في هذا الشوط إلا الخمسة الزمول المتقدمة في هذا الشوط منذ أن انطلق هذا الشوط وحتى اقتربنا، وهي ما زالت القائدة لهذه المسيرة. حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على الخمسة المراكز الأولى. وخلونا نعود إلى الحساس، إلى الحساس، الحساس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ناصر بن مسفر الشهواني في المقدمة. مشاهدينا الكرام مع الحساس،
المركز الثاني، المركز الثاني المتقزل بالمقدمة، الذي يتقزل بالمقدمة القزال تعود ملكيته لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع تعليمات سعيد بن دري الفلاحي. وحتى الآن ما احتركت فيهم عصا ولا واحد حرك آلية، حتى الآن الأمور ماشية على ما يرام والأوضاع هادية والأعصاب كذلك، وكل منهم حاط أعصابه في ثلاجة حتى الكيلو الأخير، ينتظر الكيلو الأخير. إذن المركز الثالث نجد هناك الواعي لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيبة بن علي السبوسي أيها الإخوة، هو من يدير عملية تضميره. المركز الرابع، المركز الرابع مكلف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ويضم رناصر بن مسفر الشهواني. وهناك أيضا الواعي، الواعي تدخل في ثالث المراكز لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب مع الشيبة بن علي السبوسي. المركز الرابع، المركز الرابع من الجهة اليمنى نجد عفجان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية. وكأني أرى شعارات بدأت بالتدخل على الخمسة المراكز الأولى. يا سلام، 1500 متر، كيلو و500 متر يا مضمرين، تفصلكم عن خط النهاية، فكونوا مستعدين، كونوا مستعدين لإثارة الأعصاب هناك. إذا مشاهدينا نعود مع الحساس، والموقف حساس يا الحساس، الموقف حساس يا الحساس. إذا الحساس في المقدمة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن الاقتراب والخطورة من القزال، القزال يريد اختطاف المقدمة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن المرعب الآن، المرعب الآن، حرك الحساس وانطلق الحساس، وكأني أرى أيضا القادم عنيف 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 قادم لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد. يا سلام يا سلام، أيضا التدخل من الجهة اليمنى مكلف مكلف مكلف. يا سلام، تكتيكك ماشي 100% يا ناصر يا بن مسفر يا الشهواني. الله يا المرعب، الله يا المرعب. يا سلام يا سلام، مكلف تكلف، ولكن الحساس ما يريد أن يكلف مكلف. الحساس قام بالمهمة، الحساس قاد المسيرة وانطلق وقال ما تكلف يا مكلف ولا كلفت يا مكلف. إذا الحساس مشاهدينا يقود المسيرة، يقود المسيرة وينطلق إلى خط النهاية. يا سلام سلم، الله، بشور خير إن شاء الله، بشور خير في هذا المساء. إذا الحساس ومكلف، يا سلام سلم يا ناصر يا بن مسفر يا الشهواني. يا مرحبا بالحساس، يا مرحبا يا الحساس، يا مرحبا باللي على السبق معتاد، اللي ينوم اسله شيوخ وقبايل. الله يا الحساس، الله يا الحساس، مكلف كذلك، مكلف يستاهل التحية ويستاهل مكلف، مكلف والحساس. ثنائية قطرية جميلة، ثنائية قطرية، ثنائية قطرية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سلام يا الثنائي، سلام يا الثنائي، سلام سلام يا المرعب سلام. أيضا في ثالث المراكز كان من نصيب القزال لهجن الرئاسة. المركز الثالث الواعي لصاحب السمو والشيخ محمد بن راشد المكتوم وعملية تضميره عند الشيبة بن علي السبوسي. المركز الرابع اللي هو القزال لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات مع سعيد بن دري الفلاحي. المركز الخامس كان من نصيب عنيف لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. إذا تهانينا والناموس، والله كان يخوف صراحة، كان يخوف عنيف. إذا ولا أروع من هذه اللقطة، نتمنى أن تتكرر، نتمنى أن تتكرر. إذا مشاهدينا الأعزاء، هذا هو الحساس وكذلك مكلف، الأول الحساس أو مكلف والثاني الحساس. إذا مكلف قطع المسافة ب 13 دقيقة 52 ثانية،
خمس أجزاء من الثانية، والمركز الثاني الحساس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة، آل ثاني اثنين مملوكة له، يستاهل الناموس. 13 دقيقة 52 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. المركز الثالث كان من نصيب الواعي لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع الشيبة بن علي السبوسي. 13 دقيقة 53 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأصحاب السمو والسعادة الذين فازوا بهذا الشوط المثير. فعلا منافسة مثيرة شاهدناها. أما في هذه اللحظات أنقل الميكروفون وأعيد الكلمة إلى الزميل سعاد بن متلالفي. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء،